كوكاكولا وبيبسي كولا والفانتا والسفن اب، مو هذني لو لا؟ شنو معنى البيبسي ها؟ بيبسي خمس حروف P-E-P-S-I، تعرف شنو معناها؟ واحنا نشرشع يومية معناها pay every cent save إسرائيل، ادفع كل سنت لإنقاذ إسرائيل، هاي معنى السنت مثل ريال مالنا، شوف ريال وتومان، إنجليز عندهم شنو؟ عندهم البوند الباوند وعندهم السنت وعندهم الدولار مو؟ وعندهم السنت، فهذا السنت pay، هاي البي مالت البيبسي pay every cent save إسرائيل، وإحنا نشرب بعد كوكاكولا بس قلبها لا محمد لا مكة، اسم نبيك بس بالمقلوب كوكاكولا، خوش خوش. فانتا شنو هي؟ قال فانتا هاي البرتقال شايفينه؟ فانتا F A N T A، الفانتا فولش عرب، يعني العرب الأغبياء، حاشاكم، فولش عرب نيفر تيست الكول، يعني العرب الأغبياء اللي ما يشربون الكحول يشربون، يعني ما يفتهمون، لو يفتهمون جاي يشربوا خمر. بعد سيفن جينيز، هسه السيفن اب كاتبي لك سبعة احنا عبالنا سبع مايات، بس يكتبوها لك بالعربي، بالعربي كتبوها سي سين سدندونه سفن، وبصفها في النون مالتها مضيعينها ويا نص البرتقاله، اكل برتقاله نصيشي او نوميه على قوطيه السفن، النون ضايعه باقيه بس السدندونه دايره دو نقطه، يعني الله لفظ الجلاله، هسه حط ايدك على النون راح تشوف السفن بيها سدن دون وعاليات اطوال حتى نشربها وندوسها برجلينا ونذبها بالزبده.